برنامج الاستثماري السنوي لسنة 2016 اللي هو متواصل حاليا، وعن البرنامج الاستثماري السنوي للسنة هذه سنة 2017 عندنا 104 مشروع مبرمجين لسنة 2016، نسبة تقدم إنجاز فيهم 63%. بالنسبة لسنة 2017 عندنا 86 مشروع، نسبة تقدم الإنجاز بلغت 20%، هذه إلى موفى شهر مايو. إذا معناتها نشوفوا المجموع عندنا 190 مشروع، نسبة الإنجاز الجملية هي 46%. قاعدين نعقد في جلسات معناتها شهرية باش نوقف على أسباب تأخير المشاريع. بالنسبة للتقدم الإنجاز يعني نابل عندها المرتبة السابعة، معناها يعتبر معناها رقم باهي. بالنسبة للنسبة استهلاك الاعتمادات نابل يعني عندها المرتبة الرابعة. المشاكل الموجودة هي المشاكل العقارية، معناتها ديما موجودة مشاكل عقارية، تعرف الجرائات العقارية ديما تطول، سي دي زيتاب معناتها نيسيسيغ لازم نتعداو بها.